الجبنية، وهنعمل الجبنية النهاردة بنكهة الموارد. الوصفة بتاعتنا مش محتاجة كتير شغل، يعني هي اعملوها زي ما انا هقول لكم عليها. وانا جربت كذا وصفة جبنية، ودي اكتر وصفة بجد نجحت معايا، بتطلع منفوشة وهشة ومن جوه كده تحسوها فاضية حلوة جدا. المكونات اللي احنا عايزينها 2 معلقة كبيرة قشطة، 2.5 كوباية دقيق، 2 معلقة كبيرة لبن بودرة، 2 معلقة كبيرة زيت، 1.5 معلقة كبيرة سكر، 5 معالق كبيرة جبنة كريمي، وياريت لو بنكهة القشطة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة كبيرة خميرة، 2 بيض، فانيلا، ماء للعجن، وعايزين شربات جاهز. طيب احنا ممكن نعملها في السريع كده. هنحط عندنا هنا الحاجات الطرية الأول، اللي هي عندنا الزيت وعندنا البيض، كله نحط السكر، وعندنا هنا ده ايه ده، موارد، وعندنا القشطة والجبنة الكريمي. هنخلط ده كله مع بعضه، 3 معالق صح، 5 معالق، 4، وادي 5. عندنا القشطة كمان، هنخلط بقى ده كله مع بعضه. تمام كده، ناخد بقى بقية المكونات اللي عندنا كده. احنا دلوقتي يا جماعة العجينة بتاعتنا لو احتاجت شوية مية بنديها، ما احتاجتش، ما هي طبعا بتتعجن، ما احتاجتش مية خلاص زي ما هي، بسيبها بقى ترتاح لمدة ساعة تقريبا، وبعدين بناخدها وهقطعها معاكم كده هنا في السريع كده، وهنفردها بالشكل ده. وعندنا القطاعات بتاعتنا، وعندنا الزيت بتاعنا كله جاهز، هادي العجينة. هناخدها بقى بنقطعها باللي انتوا عايزين تقطعوه، ممكن نقطعها على شكل قلب. خلينا ناخد واحدة كده معاكو ونروح على الزيت، هنحطها في الزيت، تعالوا اهو نحطها كده هنا. انا بس عايزة اوريكو، هتبقى شايفين اهي طعمها لذيذ قوي، ولعلمكو يعني انا بالنسبه لي هي كمان ممكن تكون ألذ من لقمه القاضي، او نفس مستوى جمال لقمه القاضي، جميله بجد بتطلع. يعني شايفين بنفضل بقى بنخليها كده لغايه ما تتحمر، شوفوا ازاي نفشت، لغايه ما تتحمر عندنا ويبقى لونها كده ذهبي جميل. ساعتها عشان الوقت بس حاسبها انا، ساعتها بناخدها بنحطها في الشربات، وعلى طول عايزين بقى ترشوا عليها فستق، عايزين اي مكسرات تحطوها على الوش بتقدروا. ادي شكلها بعد ما بتخلص، شوفوا شكلها جميل ازاي اهي، شكلها حلو جدا. نحط لها كده شويه فستق على الوش.